عليكم، كي دايرين؟ شباكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتوا مع البرد والشتاء؟ عرفت بان المغرب تبارك الله اللهم صيبا نافعا. هنا البارح نقطت شي شويه صغار ولكن ما كايناش، صافي مشات غير شويه طلعت علينا ومشات. نتمنى تكونوا على خير. المهم اليوم غادي نديروا بهاد المناسبه ديال البرد وهذا، نديروا واحد الشوربه ديال البروكلي اللي كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، ضروري تجربوها، يعني ضروري. اللي مازال ما جربش هذه الشوربه هذه انا كنصحو بان يجربها، راه ما يستغناش عليها يعني من بعد، وخصوصا البروكلي هذا هو الوقيته ديالو. انا كنقول لكم دائما هذه الايامات كنشجع الفواكه الموسميه والخضر الموسميه بكثره باش نتفاداو او نقصوا شويه من هذيك قله المناعه، ونقصوا شويه من الادويه، كميه الادويه اللي كناخذوها كنتناولوها. وكل شيء مريض هاد الايامات، كل شيء عنده لا غريب، كل شيء يعني مريض، الله يشافي الجميع. المهم البروكولي كيف كتعرفوا عنده منافع كثيره، غنقول لكم غير شويه منه لانه هو منافعه كثيره بزاف. والبروكلي هو نقولوا كي من عائله ديال زهره القرنبيط والملفوف اللي هو الكروم واللفت والجرجير، هو من ينتمي لهم. والبروكلي يعني عنده واحد يعني واحد الفوائد ديالو يعني او القيمه الغذائيه ديالو كبيره بزاف، وسعرات حراريه قليله. يعني الناس اللي عندهم اللي بغاو يخسوا، اللي بغاو ينقصوا من الوزن، ما عليهم غير شوربه البروكلي راه كتنقص بزاف بزاف. يعني وفيها يعني فيتامينات بزاف وكالسيوم وهادشي كله فيه، وغير انها كتقي من السكر، اللي عنده السكر وامراض القلب، يعني كتخفض من الكوليسترول ومن ضغط الدم اللي هو لاطونسيون، وكتقاد الانسولين، يعني ديك الحساسيه، يعني كتحسن من حساسيه ديال الانسولين في الجسم. يعني هي مزيانه، غير هادشي انها تقي من السرطانات، وخصوصا السرطان ديال الرئه وديال القولون. هذا كتلقاو بزاف الناس مساكر، الله يشافيهم الله يشافيهم، اللي عندهم مرض السرطان كينصحوه بزاف بتناول البروكلي على هذه الفوائد، لانه هو كيحارب، يعني عنده واحد الماده كتحارب، يعني واحد ماده صليبيه كيف كيقولوا مايا، كتحارب هاد يعني السرطان. ممكن قلت لكم عنده فوائد كثيره، انا قلت لكم غير داكشي اللي عارفه، يعني اللي عارفه عليه شويه، فوائد كثيره. وغير انه بالنسبه يعني للشعر مزيان، اللي عنده اللي كيقول لك الشعر ديالو كيطيح، يعني تساقط الشعر وخفيف له الشعر، او هذا راه هو مزيان يعني للشعر، ومزيان حتى البشره، كتحيد هذيك الشحوبه اللي كتكون في البشره، يعني كتخلي البشره في هذا الوقت ديال الخريف ووقت ديال الشتاء كتخليها يعني باينه، يعني اكتيف، يعني باين النشاط والحيويه في البشره، لانه هو اصلا عنده طاقه كبيره. كي قلت لكم هو الطاقه ديالو كبيره، كيسخن بالزربه، ولكن السعرات الحراريه قليله، ما تخافوش. يعني كاس ديال البروكولي في اليوم كافي الاحتياجات اليوميه، يعني احتياجات ديال اليوم. المهم نتمنى ان وصلت لكم معلومات على البروكولي، اللي مازال ما عرفش عليه المعلومات، وندخلوا للشوربه ديالنا كيفاش غنوجدوها. المهم اليوم يعني العنصر المهم عنده هو البروكولي، غادي ندخل معاه الكوسه اللي هي القريعه، والجزر، وحبه بصل. المهم هاد الكميه ديما كنقول لكم الكميه ما تعتمدوش على المقادير اللي كندير، لان الكميه على حسب عدد افراد الاسره. كون عندكم هذاك الكرات اللي كنقولوا حنايا سميتو الكرات، اللي هو نسيت سميتو في المغرب شنو هو، حتى هو كيجي مزيان، انا ما عنديش للاسف، ما لقيتوش وما كاينش،
وانا دخلت هاد البصل الاخضر اللي هو البصل الخضريه اللي كنقولوا حنايا، و البوارو، اي البوارو بقيت سميتو. اذا لقيتو حتى هو راه مزيان دخلوه حتى هو مع هاد الشوربه تيكون زوين لذيذ. هاد المره ما عنديش، ما قلت ماشي مشكل. عندكم الزعتر غادي ديروه، انا ما عنديش الزعتر، عندي هذاك الاوريغانو، داك الزعتر. وانا كيتخالفوا لي الاسماء الزعتر والزعتره، يعني هذاك البلدي الرقوق ما عنديش، حتى هو كيجي. المهم هذوك الاعشاب المناسبه الا بغيتوها تزيدوها، راه مزيانه في هذا الوقت، في هذا الوقت الفتره ديال البرد. لا سيبولات او الثوم القصبي شويه منه، و الكريمه، الكريم ديال الاكل، ماشي الحلوه، الكريمه ديال الطهي، وجوج معالق حتى ثلاثه معالق ديال الدقيق. وكنقول لكم الحاج يعني الكميه، لا يعني هاد الكميه بالنسبه لثلاثه او نقولوا ثلاثه افراد في هاد الكميه اللي غادي ندير انايا، ممكن تضاعفوا الكميه. وكتبقى الشوربه دائما عينك ميزانك صراحه، يعني باش ما نبقاش نكذبوا على بعضياتنا، الشوربه كتبقى عينك ميزانك. انا عمرني ما وزنتها صراحه يعني. وفي الاخر كتزيدوا شويه من الفرماج او الجبنه اللي هي كذوب، اللي هي الجبنه الرومي او الجبن الاحمر ادام او هذا، او هذاك ديال الساندويتش، داك الجبن ديال اللي كيكون ديال الساندويتش الا كاين حتى هو، راه مزيان مزيان كيذوب. المهم الجبن اللي كيذوب. في البهارات غنديروا غير فلفل، غير الفلفل الاسمر او الابزار، وغنديروا نكتفيو بالملح، وما تكثروش الملح لان غادي نديروا الجبن. ندوزو للطريقه ديال التحضير. انا في هذه الاثناء غادي نمشي نبشرهم او نحكهم، غنحك هاد الجميع، هاد الشيء اللي عندي هنايا، باستثناء غادي نقطع قطع صغيره، والبصل حتى هي غنقطع قطع صغيره باش نشحرهم او نشوحهم. البروكولي والكوسه او الكريا او الجزر، والجزر غنحكوهم او نبشرهم بالبشره، المبشره هذه ماشي رفيع، ماشي هذه الرقيقه هذه. المهم غادي نبشرهم ونعاود نرجع نلتقي فيكم ان شاء الله. المهم هنايا درت شويه زبده والزيت، خلطتهم جوج، وغادي ندير البصله، غير البصله، ماشي البصله الخضريه، غير البصله العاديه. البصل الاخرى ها هي حطيتها هنايا، تنبان الاخرين، المهم غير تشحر شويه او تشوح شويه، طيح يعني تذبل، ونزيد عليها الدقيق، ونزيد عليها الجزر يتنسم شويه توايا، ونزيد عليها الدقيق. هانتوما البنات فاش بشرتهم هكا كيكونوا مبشورين. صافي هنايا دبلت البصله، غادي نزيدو الدقيق ثلاثه معالق، كنتو دايرين كميه قليله ديال غير جوج معالق. انا درت الماء يغلي، نسيت نقولها لكم، حطيت في هذه الاثناء كيف كتشوفوا الجزر والبصله الخضريه او البصل الاخضر،
كيف ما كتشوفوا كنقلبوا فيه الطماطه شويه، غير هذاك الجزر يتنسم شويه ياخذ من النكهه ديال البصل وهذيك الزبده والزيت. صافي غادي تقريبا شي جوج دقائق نبقاو نقلبوا فيه بحال هكايا، ومن بعد غادي نزيدوا الماء المغلي. نحركو مزيان ونقلبو مزيان باش يتجانس. يعني بحال انتما يعني نوريكم الجزر باقي لاصق مع هذا مع البصل مع الدقيق. غادي نضيفو باقي المكونات، انا ما بغيتش نطحن الشوربه او السوبه داكشي علاش انا بشرتهم بحال هكايا. الا بغيتو تطحنوها ممكن ديروهم قطع صغيره هكايا و غادي نضيف باقي التوابل نجيبهم. غادي نضيف شويه من فلفل اسمر والبزار، والملح ديروا بحساب ان غادي تضيف غادي تضيفوا الجبن يعني ما تملحوش بزاف. وغادي نجيب لا سيبولات، ولا عندكم كيف قلت لكم الزعتر ديرو. انا عندكم لا سيبولات اللي هو الطري علاش لا بقيتو هادي نيت. صافي غنخليوها حتى تغلى وتطيبوا العناصر كلها ومن بعد نرجعوا. صافي البنات، المهم تقريبا خدات ثلث ساعة في الطياب ديالها. غادي نضيف الكريم، كيف قلت لكم اللي باغينها سميتو اللي باغيها يعني مطحونه، انا ما درتهاش مطحونه كنبغيها بحال هكايا. اللي باغي يطحنها راه ممكن طحنها، هي اصلا بالزربه كتذوب يعني كتدبل ما كتبقاش. صافي بركه ما غاديش نكثر من الكريم، نخلي تقريبا دقيقه ونحط عليه الجبن. صافي انا غادي نضيف هذا الجبن. كيف قلت لكم ديروا الجبن اللي كيدوب، ممكن ديروا الجبن ديال الساندويتشات دوك المربعات اللي كتحطوا في الساندويتش اللي كتحط في الهامبرغر او الباني.
صافي كنبقاو نقلبوا فيها بحال هكا يا حطيدو بالجبن. ما نقولكمش الريحه ديالها كيفاش دايره، ريحتها غزاله، ريحتها مشهيه الصراحه، جربوها. وهكا الوليدات ما كيبغوش ياكلوكم في هذا الوقت، اغلبيه الاولاد الاطفال ما كياكلوش الخضر. بهاد الحله هكايا غادي تعجبهم الشوربه، مذاقها زوين ويستافدوا من المكونات اللي فيها. صافي انا غادي نبقى هكا نقلب فيها حتى يذوب الجبن ونرجع لكم في طبق التقديم ان شاء الله. وهذا هو طبق ديال الشوربه اليوم، كيجي شوفوا كيفاش كيجي خاطر، والمذاق ما نقولكمش كيفاش داير. جربوا والله العظيم الا يعني ما غاديش تستغناو عليه، ملي غادي تجربوه. انا رافقته بال حمصت هذا الخبز، حكيت فيه الثومه وزيت الزيتون وحمصته، كيتواتى مع هاد الوجبات ديال الشوربه بحال هكايا، كيتواتى مع بدل ما تاخدي يعني هذاك الخبز داير بحال هكا، هذا كيتمشى معها كيجي يعني كيجي مع زوين. انا هكا رافقتو هذاك النعشانه ديال اليوم. نتمنى هاد الفكره ديال اليوم ديال الشوربه تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها لانه والله الا مفيده. انا كنتمنى انكم تجربوها لوليداتكم، وصدقوني ما غاديش يشموا فيها ريحه لاكوسا البروكولي، الخضروات ما كاينينش ريحتهم، واحد لوغو زوين، واحد مذاق رائع. يعني غير جربوها وردوا ليا في التعليق. دائما كنقولها لكم قبل ما كنختم، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، شكرا بزاف بزاف لانكم بتشجيعكم ليا كنبقى كنعطي اكثر واكثر وكنجتهد اكثر. هذا مكان الى فيديو واحد اخر، كنقول لكم السلام عليكم.